خير يا مرات ابويا. ازيك حاجه؟ مالك يا حامد؟ زي ما تكون كده زعلان او متضايق. انا؟ لا ابدا، لا زعلان ولا متضايق ولا حاجه. معلش لو حد زعلك بكلمه ما تحطهاش في بالك، خليك كده اكبر منهم كلهم. انت عارفه انك بتفكريني بامي الله يرحمها؟ صحيح؟ اه. هبقى اوريك صورها. طب خلاص اعتبرني زي امك. لا لا هكبرك قوي كده. الامومه مش بالسن يا حام، تلاقي البنت عندها 10 سنين تلاقي قلبها قلب ام لما الكل حواليها وحباه. شكلك انت كمان كنت كده من وانت عندك 10 سنين. اقول لك على حاجه، انا بحب السلطان وبحترمه وبعمل له الف حساب، بس بحسه زي ابني. حتى ابويا كمان. مش بقول لك ما هياش بالسن. اقول لك ايه يا حامد، انت متعلم؟ ايوه معايا البكالوريا. اسم الله عليك. طب واخواتك؟ للاسف الاتنين فشلوا في الدراسه. اتاري الحسره ماليه قلب ابوك بصراحه، هيحق له. بس انت ربنا يحافظ عليك ميريحه. متشكره قوي يا مرات ابويا، نسيتيني اني خارج متضايق. عن اذنك اتفضل. السلام عليكم. اهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حامد يا غالي يا ابن الغاليه. ايه ده؟ والله ليك وحشه، بقالك زمان ما جيتش المكتب. ابدا ابويا، يعني كنت عاوز اتكلم معاك كلمتين كده. اي خدمه تانية يا جناب الباشا؟ ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الله. اتفضل انت اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اقعد يا غالي يا ابن الغاليه يا حبيبي، اهلا بيك. شكلك مكلضم والظاهر في حاجه كبيره قوي مضايقاك. انا لا ابدا لا متضايق ولا حاجه. يبقى لازم بقى رجعت نفسك وقلت انا الاحسن ارجع لابويا واقف في ظهره واشتغل معاه في حكايه القرنص دي. بصراحه انا ليا عندك طلب يا ابني. يا حبيبي ده انا منع عيني انك تقول لي يابا انا عايز الحاجه الفلانيه دي، او انا نفسي يابا اخد الحاجه دي، وانا اقول لك عيني امين. ربنا ما يحرمني منك ابويا، انا بس كنت عايز اروح اعيش عند عمي عبد البر تاني. عمك عبد البر؟ عشان ايه؟ مش عشان حاجه ابويا، ما هو عادي انا عشت قبل كده عنده سنين، وبعدين خاله حميده بتعاملني زي ابنها بالظبط. يا حبيبي انا عارف ان ده حصل لك زمان، ايام ما كنت قاعد معايا في البيت وحداني، ما كانش فيه ست ترعاك ولا تخدمك. انما بعد كده انا اتجوزت، بقى عندك في البيت 3 ستات كلهم في خدمتك وتحت امرك. انا مش عايز حد في خدمتي يا ابويا، انا عايز احس بدفى وحنيه العيله، عايز احس ان ليا لازمه، ليا قيمه. ليك لازمه وقيمه؟ انت قيمتك فوق راسهم كلهم. اوعى كل واحده من الحريم غلطت معاك بكلمه. لا لا. ولا عيل من العيله لك بم، اقسم بالله ابيتهم كلهم بره الدار. ابدا يا ابويا كلهم كويسين معايا، انا بس اللي حاسس اني مش براحتي. يا حبيبي خد راحتك زي ما انت عايز، على الاخر ده بيتك وبيت ابوك، ما حدش ليه عندك حاجه. طب ممكن اروح اقعد عند عمي عبد البر يوم ولا اتنين واجي على طول؟ تروح تقعد عنده يوم ولا اتنين؟ ايه قصدك تغير جو يعني؟ بالظبط كده، بس بعد اذنك يعني. مفيهاش اذن دي، اللي رايحك، انا تحت امرك يا حبيبي. رجع الحكايه كده، يعني فارس هو اللي اكلكم للعمده؟ ايوه، واحنا دلوقتي لا طايلين لا سما ولا ارض، فقلت اقول لك عشان تقول لي الكبير يشوف لنا صرفه في المصيبه اللي احنا فيها دي. وفارس ما عندوش خبر انك جاي لي؟ ولا فتح معاك كلام انت وصالح عن خلع الارض من تحت درس العمده؟ بقول لك هو اللي حطنا تحت درسه، وكمان راح له وشفته بعينيا التنين دول وهو عمال ياخد منه فلوس، وشفته هو بيعدهم من ورا ظهرنا. ايه يا وجعتك الهباب يا عبد الله من الكبير، بجعي المفعول زي ده يلعب بيا اللعبه دي؟ طيب طيب يا فارس الكلب. لم طاوع امر جنابك. امر ايه؟ انتوا بتفلسوا قصر العابدين، ما تخلصوني من الخيبه الخيمه دي. حاضر يا باشا، استريح حضرتك واحنا هنعمل كل حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا عبد الله
انت فين يا عبد الله؟ انت مش كنت جنبي يا ابني؟ رحت فين؟ تؤمر جناب. امر ايه؟ عملت ايه في الارض والناس بتوع الارض؟ ها؟ كله تمام جناب. فين كله تمام؟ مفيش اي حاجه حصلت. انا قلت لك عيد بتوع الارض خلص لي حكايه الارض. وبعدين يا عبد الله انا عرفت منكم من منظركم بصراحه، انا هروح ارتاح بعيد عنكم. بالسلام. بالسلام يا جناب الباشا. ام سيد، ام سيد. نعم يا بنت. هو سي سلطان دايما بيتاخر كده؟ وحشك قوي. ايوه يا اختي، ساعات بيتاخر. بس يعني هو من يوم ما اتجوزني عمره ما اتاخر. يعني ايه بقى؟ انت لسه هتقعدي تشرحي؟ ايه يا زين؟ ايه عايزه تفضلي على طول عروسه جديده؟ كان غيرك اشطر يا اختي. وبعدين بقى سي سلطان يتاخر يبدر، محدش يقدر يتكلم معاه خالص ولا حتى يجرؤ. شوفي بقى سي سلطان يا حبيبتي بيعمل اللي هو عاوزه، وانتي دلوقتي قاعده مع اخواتك ما تعترضيش. هو كده يعني انتي زيك زيها زي اي حد في البيت. فاطمه، الروس ما تتسواش يا اختي، فوق روحك. والاولانيه لها قيمتها وهيبتها، مش زي اي حد في البيت، فاهمه ولا لا؟ يا لهوي، ده انتي الخير والبركه وانتي الاولى، واللي يقول غير كده يبقى كلامه مش تمام. اهي يا زينب، هو انت ايه؟ ما تصدقي تلاقي حاجه قدامك تروح على طول شبطانه فيها تشعليها حريقه؟ ليه كده يا اختي؟ اسمع ما اقول لك، اذا كنت انت سوسه انا اسوس منك. انا انت ما تعرفينيش، انا ميه من تحت تبن. لا انت فهمتي كلامي ازاي يا ام كرم؟ ده انت كلامك موزون، والكلمه اللي زعلت ام سيد منك ما تقصديهاش. يا دي النيله، انت بتهديها ولا بتشعليها يا اختي؟ لا تقصدها يا زينب، اصل انت ما تعرفهاش. دي درتي وانا عارفاها، دي لئيمه ودماغها توزن بلد كده. انا لئيمه يا بدريه؟ لقينا بعد العمر ده كله والعشره دي كلها؟ يا خساره، من لقي اصحابه نسي حبابه. لا يا حبيبتي، ده انت حبيبه قلبي، ما احنا اتفقنا نبقى حبايب وقلنا ما نباتش زعلانين من بعض. تصدقي وتامني بالله عايزه ارتاح لك، بس مش عارفه فيكي حاجه كده مش مريحاني. الحسوكه والنعومه زايده عن اللزوم دي بتجلدني.